أهنيك بتوليك رئاسة القمة، وبهذه المناسبة أقول لأخي عبد الله يعني 6 سنوات وأنت هارب وخايف من المواجهة، أريد ما تخاف بس بقول لك بعد 6 سنوات ثبت أنك أنت اللي الكذب وراك والقبر قدامك، وأنت هو اللي صنعتك بريطانيا وحاميتك أمريكا. يا أخ معمر، فيه رؤساء يتكلمون حمد إلى ومن من من احترام للأمة، واعتبر المشكل الشخصي الذي بيني وبينك قد وأنا مستعد لزيارتك وأنك أنت تزورني يا أخ معمر. رجاء نقطة نظام، وعميد الحكام العرب وملك ملوك أفريقيا وإمام المسلمين، مكانتي العالمية ما تسمح لي أن يعني ننزل لأي مستوى آخر، وشكرا. أنا أعتقد أخ معمر يمكنني فهمتك خطأ، أنا أعتذر أمام الأخوة الرؤساء الملوك والرؤساء، وأشكرك على كلماتك الموفقة. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذه متابعة للمقطع مرة